السلام عليكم. رمضان مبارك لجميع المسلمين عبر العالم. طلب من الله يتقبل منكم الصلاة والصيام، ومن بعد كنعاود نكرر عليكم الله يرحم والديكم. وزعوا هذا الفيديو، راه عندكم أجر كبير، لأننا خصنا نحميو الدين ديالنا، الدين القيم، فطرة الله. اليوم الموضوع دائما كيتعلق بالفساد، فيه تحايل على القضاء وفيه القضاء المفسد أو الفاسد، اللي فيه بعض الناس فوق القانون. يعني من اللي كنقول لكم فوق القانون، فوق القانون كيديروا اللي بغاو. في المغرب الأقصى الموضوع دائما كيتعلق بالملف 143 على 2021 اللي تحكم نهار 1 في شهر 3 2022. الحكم هذا حكم فاسد وغير مقبول. علاش؟ كان واحد الأم عازبة ولدات واحد الولد في عام 1989. هاد الأم اسمها متبع نجات، ولدت هذا الولد في واحد الكاريان ضواحي الحي المحمدي الدار البيضاء، أعطته الاسم الشخصي أمين، والدولة أعطته الاسم العائلي بن يونس، يعني بن يونس أمين. كبر بن يونس أمين حتى وصل 17 ولا 18 عام، مرضاش هاد الاسم، طلب من موت شكون باه، مو ما لقات فين تلصقو، حاولت تلصقو في واحد السيد خويا الله يرحمه كان معاق ذهني وجسدي، يعني بصير، وهرب من الزواج وكان صايم الظهر. في 17 عام ولا 18 عام ما عمرنا شناها ولا شناه هو، ولا دعاته ولا طلبت منه صوائر ولا والو، يعني شافته معاق وعنده واحد العقار بغات تلصق فيه هذاك الولد. في هذيك الايام ديال 2006 2007 حاولت ما امكنها دير عليه ثبوت الزوجيه، مشات لمحكمه الاسره الولفه الدار البيضاء، دفعت 5 شكايات، يعني 5 المرات كتطلب ثبوت الزوجية، 5 المرات كيرفضوا ليها لأن ما عندها لا عقد زواج لا شهود لا والو، 5 المرات كيرفضوا ليها. من بعد هدات القضية 2016 شهر 12 الأخ ديالي توفى الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين. مشى هاد الولد هاد ابن الزينة، مشى للمحكمة، محكمة الأسرة بالولفة دار بيضاء،
في عمره 27 أو 28 سنة، وعنده بطاقة وطنية بن يونس أمين. دخل عند قضاة مفسدين، يعني أصحاب الرشوة، اللي كيدعي بلي رباه توفى، ما عنده لا عقد زواج لا حالة مدنية لا ثبوت زوجية. يبقى تصوروا معايا بلي هاد المجرمين ديال القضاة اعطاوه الاسم ديال حبوبي امين بن محمد بن حمد، يعني اللقب ديالنا ديال خويا اسمه. دخل من باب، دخل المحكمة، دخل ابن الزينة بن يونس امين، وخرج من باب اخر شريف ادريسي حبوبي امين بن محمد بن احمد. ما عنده حتى وثيقه، وهذا الملف هذا راه موجود في محكمه الاسره بالولفه، الحكم عدد 96 شرطه 38 بتاريخ 23 ماي 2017. يعني المرحوم خويا الله يرحمه كان عايش في القبيلة، ولا في واحد الوالي في القبيلة نيت، وهاد المرأة عمرنا ما شناها، وهاد الولد أنا شخصيا عمرني ما شفتو إلى يومنا هذا، ما بان حتى 2017 جاء من اللي عطاوه الحكم حبوبي أمين بن محمد بن حمد باش يجري بهذا الحكم هذا. دار بطاقة وطنية فيها حبوبي أمين بن محمد بن حمد، واستولى على الوقت. طلبنا نقول لك عشرات ديال مراجعة الوثائق المزورة وبحث فهاد السيد هذا وفي الورق ديالو، حتى واحد ما تحرك، لا محكمة الأسرة لا محكمة استئناف لا محكمة النقد. واش عباد الله الشرع ولا القانون كيقول هاد الشيء، ولا هادو فوق الشرع وفوق القانون؟ ربما راه حاسبين راسهم فوق ربي سبحانه وتعالى. من عبد النباوي والداكي وكيل الملك الدار البيضاء، ومحكمة الأسرة الدار البيضاء، ومحكمة استئناف الدار البيضاء، هادو كلهم محطوط عندهم طلب مراجعة الوثائق وطلب البحث. يعني هاد الدوسي هذا محكوم قبل لي يشدوه، ما عمرو تحل. شوفوا هاد المجرمين اللي كيعرفهم، راه ما كنهضرش ليكم بالباطل، راه رمضان هذا، سيروا قلبوا في محكمة الأسرة، بحثوا على الحكم
96 شرطة 38 بتاريخ 23 ماي 2017، وغادي تعرفوا كيفاش. هاد السيد هذا خرج دخل بنو الزينة وخرج شريف ودى الوقت. وزير العدل الحالي، انا كنطلب منك شخصيا تاخذ هذا الملف وتتكلف به، لان هاد الناس هادو انا والله ما نسمح بليهم، والله ما نتفرق معاهم الى يوم القيامه حي ولا ميت، لانني انا ساكنهم، سكنت الوعي ديالهم الى كيعرفوا شنو هو الوعي. في اي كارثه ولا الام يشوفوني، في سكرات الموت يشوفوني، في القبر يشوفوني، وغدا يوم القيامه غادي يلقاوني كنتسنى فيهم قدام الله. ودروك انت السيد الوزير كنطلب منك، لان هذا انا كنغوت وما كاينش اللي كيرد، كنطلب منك وزير العدل تشد هاد الملف شخصيا، لان واحد الحاجه انت كتعرفها وانا كنعرفها والمغاربه كاملين كيعرفوها، حنا في الجاليه، لان انا عندي 51 عام وانا فرنسا، هنا الجاليه كتهضروا علينا جوج المرات في جوج المناسبات كتهضروا علينا. شحال دخلت الجاليه من العمله الصعبه؟ وعمليه مرحبا، عمليه مرحبا المعنى ديال عمليه مرحبا، اجيو وجيبوا العمله، كل شيء ساهل ماهل، الناس في الخدمه ديالك في الباطو في الديوانه في كل شيء، ولكن كنخرجوا من الديوانه وكتبدا الكلمه ديال الجبد، فهم راسك كيبداو علينا في الطريق، من بعد كيكملونا في الاداره وفي المحاكم، ما كيبانش ليهم مواطن، كتبان ليكم العمله الصعبه. وجميع المغاربه اللي في الخارج راه ملاحظوا هذا الشيء، وشحال من واحد مسكين ديتو ليه رزقه، وشحال من واحد مسكين ما عطيتوش حقه، خوتي المغاربة اللي في الخارج عقلوا مزيان وسمعوا مزيان، والله إلا راكم غير عملة صعبة. هاد الساعة ما عندكم حتى مشكل، بصح نهار يوقع لكم مشكل والله تيدوجوا عليكم الموت واقفين، لأن هاد الناس هادو عالة على المجتمع فوق النظام فوق القوانين. من بعد كنرجع لواحد القاضي مفسد راه عارف راسو هو والعصابة ديالو، كيقولوا له مصطفى سملال المحكمة الابتدائية الدار البيضاء. هذا رمضان كنقول لكم لعنكم الله إلى يوم الدين يا مفسدين، وتفكروني دائما وغتشوفوني دائما دائما غادي نكون لكم بالمرصاد دائما، راه ما ننساكمش، اللي تعدى عليا راه ما ننساش، اللي تكرس عليا راه ما ننساش وما نسمح ليش.
والسلام عليكم أخوتي المسلمين عبر العالم. كنتمنى لكم تقبل الله يتقبل منكم الصيام والصلاة ورمضان مبروك. والأعداء ديالي راه هذه غير البداية، مازال السلام عليكم.